معي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الله يجزاك خير. عندنا وقف الام جمعيه البر الخيريه بظلم. الجمعيه هذه تكلمنا وتحدثنا عنها كثير بانها تهدف الى اعانه اكثر من 500 اسره واعانه اكثر من 2300 شخص. صدقه جاريه لك تعتبر حتى وقت طويل، كما ناخذ مثال وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل 1400 سنه مستمر الى الان. فمن باب الخير انك انت تصدق ولو بالشيء القليل، ولو بريال واحد، ان يستمر الريال هذا معك لين لا تعلم، ممكن الى سابع ذريه لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص ماله من صدقه. انت الشيء اللي بتدفع هذا الحين بيفيدك بعدين، واذا ما فادك في الدنيا بيفيدك في الاخره. هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله. ويعطيك الصحه والعافيه. والعافيه. من ما دخل